السلام عليكم. الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيقول ان في واحدة ست قتلت جوزها وقطعت اجزاء حساسة من جسمه، الخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كلها ده بيعود لسنة 21، تحديدا في مايو او شهر 5 21. اتحكم عليها في الفترة اللي فاتت بحوالي 15 سنة سجن، ده الحكم اللي كان نهائي عليها. وسائل التواصل الاجتماعي نزلت الخبر ده مرة تاني، يمكن علشان الحكم اللي صدر من فترة قريبة او يمكن علشان ترندات جديدة يعملوها، ولكن الخبر ده تحديدا نازل سنة 21 شهر مايو. طيب القصة بتبتدي، الزوج اللي دايما بيتعاطى مخدرات وبيتناول نشاطات جنسية كتيرة جدا، الزوج الشره والشاذ جنسيا اللي عنده من مراته 4 عيال، اكبرهم عنده 17 سنة. تبتدي الحكاية بعد ما زهق من المواويل الجنسية اللي بيعملها على طول بصفة مستمرة، قرر ان هو يعاشر مراته او زوجته من الدبر، يعني من الخلف. مراته في الاول رفضت رفض تام وقاطع بسبب المواضيع دي، وقالت الحاجة دي محرمة نهائيا وحرام شرعا، والمفروض كمان تطلب الطلاق في حاجة زي كده. ولكن الزوج بعد تناوله للمخدرات والمنشطات الجنسية وتحديدا المخدرات بصفة اكتر، قرر ان هو يعاشرها بعد الضرب، يعني ضربها وارغمها على فعل ارتكاب الحاجة دي او المعصية اللي ربنا سبحانه وتعالى عصانا بيها، وقال ان الحاجة دي محرمة في كل الكتب، وقرر ان هو يضربها، وبالفعل ضربها اول مرة وبدأ يتناول عليها الضرب في كل مرة في حاجة زي كده لما بيحب ان هو يعاشرها جنسيا، لغاية لما اتعودت على حاجة زي كده ان هي بتضرب، وبعدها على طول بيشتغل معاها او يعمل معاها او ايا كان اللي بيعمله، ولكن من الخلف. خلي بالكم اللي احنا بنتكلم عليه ده الراجل الزوج، لغاية لما الزوجة تعبت، كل مرة كانت بتنهار نفسيا مرة في التانية في العشرة، لغاية لما جابت اخرها قررت بعدها على طول ان هي تقتله، وقررت بعد كده ان هي تنتقم منه بسبب كل اللي بيعمله فيها بسبب المعاشرة من الدبر او من الخلف. المهم دخل عليها في مرة، كانت الليلة بالنسبة له حمرة خالص، اخد كتير قوي منشطات جنسية واخد كتير جدا كمان من المخدرات اللي مش مخليها عارف اي حاجة في الدنيا، قرر برضو ان هو يعاشرها في اليوم ده من الدبر. المهم حصل الموضوع وحصل المراد بالنسبة له، هو ارتاح. بعدها على طول الزوجة حست بتعب نفسي رهيب جدا، قررت بعدها على طول ان هي تقتله. وبالفعل هو بعد ما خلص العملية بتاعته دي كلها واشبع رغباته الجنسية السادية الشاذة، بعدها على طول خد منوم ونام، راح في 7 نومة زي ما بيقولوا. دخلت عليه دبحته قتلته وتأكدت ان هو اتقتل ومات، ولفته بعد كده بملايات بيضة، ولفته بعد كده ببطاطين، واتصلت بابنها اللي عنده 17 سنة، قالت له تعالى انا حرمي بعض الزبالة والقمامة في مقلب الزبابة اللي جنب بيتنا. الكلام ده كله على فكرة امبابة او جمهورية امبابة زي ما بيقولوا. جمهورية امبابة على فكرة اتعمل عليها فيلم كامل بسبب اصالة شعبها، طيبتهم، مرجلتهم، هم اصل مصر. ولكن في كل مكان في الحلو والوحش في اي مكان في الدنيا. المهم نرجع لموضوعنا، عملت الحاجات دي كلها بالجثة بالبطاطين، لفتها بالملاية، الدم كان منتشر عليها، ولكن غطت الحاجات دي بكذا بطانية ورمت في الحاجات دي كمان زبالة، وعملتها كومة كبيرة، واتصلت بابنها اللي عنده 17 سنة تعالى دلوقتي حالا احنا عايزين نرمي شوية زبالة في مقلب الزبالة. بالفعل الابن اللي عنده 17 سنة جري على امه، وصل خد الحاجة معاها، شال البطاطين اللي معاها على اساس ان كل الحاجات دي كلها حاجات مش شغالة او حاجات مش مستفيدين بيها في البيت، وبالفعل رمى الجثة او رمى القمامة اللي هي قالت عليها في مقلب الزبالة. على طول بلغوا بعد كده باختفاء الزوج، الاهالي المتواجدين في المنطقة في امبابة لقوا الجثة بدون راس. ولكن بعدها على طول التحريات اشتغلت، المباحث اشتغلت، لغاية لما عرفت الموضوع كله من اوله لاخره، عرفت الخلافات الزوجية اللي ما بين الزوج والزوجة، واخر معلومات عنه، واخر مصادر هو بيتردد لها، واخر اماكن هو بيروحها، وهكذا وهكذا. جابوا الزوج لغاية لما ضغطوا عليها ضغط شديد جدا، لغاية لما اعترفت
بس قبل ما تعترف انهارت انهيار تام. قالت كل الكلام اللي احنا حكينا عليه قبل كده. قالت هو بيعاشرني معاشرة الحيوانات، بيعاشرني من الخلف بعد الضرب والإهانة والاستفزاز. أنا استحملت كتير، ولكن في الفترة الأخيرة ما استحملتش، علشان كده قررت إن أنا أنتقم منه وأحوش الراجل ده بعيد عن حياتي تماما. انهارت قدام رئيس المباحث بالكلام ده كله، واعترفت بالاعتراف الكامل كل الكلام ده كله. رئيس المباحث أكد إن الابن ما يعرفش أي حاجة في حاجة زي كده، والابن حتى قال أنا فعلا شفت بطاطين وطلعت البطاطين مع أمي، ولكن على أساس إن الحاجة دي كلها حاجات مش هنستخدمها في البيت، تعتبر بطاطين قديمة متبهدلة أو متعطنة أو أيا كان، علشان كده رميتها معاها. الأم برضو قالت نفس الكلام، إن الابن ما يعرفش أي حاجة في الموضوع ده، ما يعرفش حتى العلاقة الجنسية اللي كانت بتحصل، أو العلاقة الجنسية الشاذة اللي كانت بتحصل معاه مع أبوه ومعايا، العلاقة الحيوانية اللي خلتني بقيت شبه الحيوان، وحسيت إن أنا في وقتها مش إنسانة، وإن أنا بتعامل كحيوان مش أكتر من كده. الزوجة أو الأم قالت برضو لرئيس المباحث الابن ما كانش يدرك أي حاجة في الموضوع ده، ومحسش بأي حاجة ولا واحد في اليوم من حاجة زي كده. الكلام ده برضو اللي أكده رئيس المباحث، واللي أكده التحريات، وأكدته المباحث كلها، وأكدته المصادر الشرطية السرية في حاجة زي كده، إن الابن برضو ملوش دخل في أي حاجة في الموضوع ده كله. ما علينا، خلص الموضوع وانتهى بعد اعترافات الزوجة، وحصلت المواجهة ما بين كل الأطراف لغاية لما الأم قالت كل حاجة. خلص الموضوع واتقفل. النيابة بعد كده حبست الأم 4 × 15 × 15 × 45 لغاية لما الساعات الأخيرة اللي احنا فيها اتحكم عليها ب15 سنة سجن. ناس كتيرة هتشوف ان الحكم ده ظالم، وناس كتيرة قوي هتشوف ان الحكم ده عادل، ولكن في المجمل دي اسمها حيثيات ورقية، بمعنى ان القاضي بيشوف الأوراق اللي موجودة قدامه، وبيشوف العملية دي هل بنية القصد أو بنية عدم القصد. أعتقد ان في اليوم ده هي كانت ناوية ان هي تقتله، ولكن كانت جواها من رغبة معينة ان هي تموته وتقتله وتنهيه تماما، ولكن طبعا هي مش عندها الغريزة الإجرامية، فعلشان كده هي كانت بتفكر زي ما اي انسان مننا ممكن يفكر، ان هو نفسه ينتقم من اي حد ويموته فقط لا غير، ولكن ان هو علشان يرتكب جريمة معينة او حاجة معينة زي كده، دي بتبقى بنية القصد او النية المبيتة. المهم ايا كان، الحيثيات الورقية اللي كانت قدام القاضي المبجل قال في كلمته الأخيرة 15 سنة للزوجة أو للأم دي. الموضوع انتهى والموضوع خلص تمام. احنا عايزين نتكلم على كذا حاجة معينة، كم نقطة كده معينة. في أزواج كتيرة قوي بتعاشر أزواجها من الخلف، وفي زوجات كتيرة قوي بيرغموا أزواجهم على المعاشرة برضو من الدبر أو من الخلف، ملناش دعوة، ولكن في الموضوع ده احنا هنتكلم فيه على نقطتين. المهم رقم واحد، الحاجة دي محرمة تحريم كامل من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو ادانا الحاجة النظيفة، فليه نروح للحاجة اللي مش نظيفة؟ لو احنا دورنا على الأمراض النفسية والأمراض الجنسية أو الأمراض العضوية في حاجة زي كده، هنلاقيها كتيرة جدا وبتنتشر بسبب الموضوع اللي هو المعاشرة الجنسية من الخلف. دي المواضيع اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. هل في زوجة ممكن تقبل اللي هي المعاشرة من الخلف؟ ساعات كتيرة قوي بيقولوا لا، هي اسمها مداعبة اكتر من ان هي حاجة تاني، ولكن اللي احنا هنتكلم عليه ان الحاجة دي محرمة محرمة محرمة، ربنا حرمها علينا 1000000%، ما فيهاش نقاش. الزوجة اللي بتقبل حاجة زي كده، والزوج اللي بيقبل حاجة زي كده، والزوج اللي بتناول العقاقير الجنسية او العقاقير المنشطة او المخدرات بصفة عامة، حضرتك تقدري تشتغلي معاه وتعيشي معاه وتضطر ان انت تقعدي معاه في الدنيا، ولا هتسيبيه وهتتركيه؟ ولو عندك منه اربع اطفال، او لو عندك منه حاجات كتيرة، ان هو مش هيتصرف عليك في يوم من الايام، هتبقى اسمك مطلقة، ها 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 ها، كل الحاجات دي انت هتقبلي بيها ولا مش هتقبلي بيها؟ هتقبلي في نفس الوقت تبقي مهانة او تبقي شبه الحيوانة، ولا انا اسف في اللفظ، ولكن في المجمل هتوافقي في حاجة زي كده، ولا هتعملي زي الست اللي عملته ده؟ ده الموضوع اللي كان منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. الزوجة اللي قتلت جوزها وفصلت راسه وقطعت جزء حساس من جسمه. نسينا نقول حاجة، نسينا نقول إن هي بعد ما فصلت راسه مسكت السكينة وقطعت العضو بتاعي، العضو الذكري بتاعه، قطعته علشان هو اللي كان
بيوريها الويل واللي كان بيعذبها واللي كان بتشوف منه أشد أنواع العذاب والإهانة بالنسبة ليها كمرأة وكأنثى. قطعت العضو بتاعه كمان وحطته كمان في جوه الشوال أو جوه البطاطين اللي هي رمته. ده الموضوع اللي انتشر في السوشيال ميديا أو في وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. الست اللي هي قتلت جوزها وقطعت أماكن حساسة من جسمه ورمته بعد كده وأخدت 15 سنة سجن. السلام عليكم.